بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. بالتاكيد الفتره الاخيره يمكن جماهير النادي الاهلي بتعيش حاله جيده، خاصه بعد الفوز بالامس على بيراميدز بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. اليوم بالامس كان يوم سعيد في كل شيء، حضور جماهير مميز، اللعب على استاد القاهره، الظهور بشكل جيد، ثلاث نقاط وصداره الدوري، خسارة المنافسين اللي بالتأكيد بيصارعوا على صدارة الدوري مع النادي الأهلي في مشوار الدوري العام. وبالتالي اليوم بالأمس كان يوم سعيد لكل الأهلاوية، ولكنه يوم من ضمن أيام الدوري العام. لسه المشوار طويل، لسه في ما يقرب من حوالي، يعني بنتكلم في حوالي 22 مباراة ما لعبناش لغاية دلوقتي غير 11 أو 12 أسبوع، فلسه حوالي تلتين الدوري. وبالتالي لسه الفرحة الكبيرة بإذن الله في نهاية الموسم لما الأهلي يستعيد اللقب المفضل، لقب الدوري العام. حلقة النهاردة حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا عن المشوار المحلي ومباريات الأمس والفترة القادمة، وبعض اللقطات امبارح اللي كانت بارزة بشكل كبير جدا من نتائج مباريات الأمس، سواء في المباراة اللي أقيمت على استاد أسوان، فوز الأهلي بالأمس على بيراميدز، وترتيب جدول الدوري النهاردة اللي ممكن يحصل فيه بعض التعديلات لو فرق فازت، خاصة فريق فيوتشر لو كسب النهارده ممكن يكون وصيف الدوري بعد الاهلي. عموما نبدا حلقتنا بسؤال حلقه اليوم. وسؤال حلقه النهارده عايز اعرف راي كل الساده المشاهدين وراي جماهير النادي الاهلي بشكل خاص في اداء الاهلي بالامس امام بيراميدز. رايكم في الاداء ومين افضل لاعب في المباراه من وجهه نظركم؟ شاركوا معنا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم. لكن بسرعه نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق يبدا الاستعداد لمباراه انبي، وكمان الاشعه تثبت اصابه كريم فؤاد بالجزع في اربطه الركبه. وفي الترند العالمي، الليله حفل تقديم رونالدو في النصر السعودي. استعراض مباريات اليوم النهارده في مجموعه من المباريات المحليه وجوله في الدوري الانجليزي. نبدا مع بعض مباريات الدوري المصري، وفي مباراتين بداوا حوالي الساعه 3 الا ربع وانتهوا منذ لحظات قليله. سيراميكا كليوباترا حقق فوز كبير جدا ومفاجاه على غزل المحله في ملعب المحله بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. وفي نفس التوقيت ايضا المقاولين العرب استطاع الفوز على حرس الحدود بثلاثه اهداف مقابل هدفين. الساعه 7 مباراه الاسماعيلي والبنك الاهلي في الاسماعيليه، والساعة 8 مباراة مهمة جدا لفيوتشر النهاردة قد يقترب من المركز الثاني إذا فاز على سموحة. المباراة اللي هتتلعب الساعة 8 على ملعب السلام، فيوتشر يفوز يبقى المركز الثاني والزمالك يعود للمركز الثالث. طب نروح لمباراة الدوري الإنجليزي، والنهاردة الساعة 10 إلا ربع في ثلاث مباريات في توقيت واحد. إيفرتون هيلاعب برايتون، ليستر سيتي هيلاعب فولهام، أرسنال هيواجه نيوكاسل يونايتد، وفي الختام الساعة 10 من مساء الليلة مانشستر يونايتد هيواجه بورنموث. كل التوفيق يا رب في مشاهده ممتعه سواء للمباريات المحليه او حتى جوله مباريات الدوري الانجليزي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كواليس مهمه جدا ولكن في ترند ترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب امبارح فوز الاهلي على بيراميدز كان بمثابه تصدر الدوري، يعني ثلاث نقاط مش ثلاث نقاط كده في مباراه من ضمن مباريات الدوري، لا ده انت عندك منافسه مباشره مع الزمالك، مع بيراميدز، مع فيوتشر. فبالتالي دي مباريات نقدر نقول عليها مباريات قمه الدوري المصري. لما بتكسب المنافس انت بتقدر تاخد منه ست نقط، انت بتاخد ثلاث نقط وبتخسره ثلاث نقط، فبالتالي بيبقى مكسب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الحمد لله الاهلي في الفتره الاخيره مع الفرق اللي بتنافس مع الفريق في الدوري بيقدر يكسب، يعني بيكسب بيراميدز، بيكسب الزمالك، بيعمل نتائج ايجابيه حتى مع باقي الفرق اللي بتبقى في اول اربع خمس مراكز في جدول الدوري. ولكن النقاط بقى اللي محتاجه تركيز اكتر الفتره الجايه، المباراه مثلا مع انبي، مع المصري، مع سموحه، مع البنك الاهلي، مع سيراميكا، الفرق اللي بتبقى في وسط الجدول للاسف هي الفرق اللي بتفقد الاهلي نقاط وبتاثر في النهايه على مشوار الاهلي في الدوري العام. امبارح كان في تميز لعمرو السوليه، وده عمرو السوليه المستوى اللي احنا عارفينه عنه دايما بيظهر بشكل كويس جدا. ابو ليلى الحمد لله على السلامه، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يرجع تاني عمرو السوليه لمستواه. على فكره يا جماعه لعيب الكوره مش منعزل دايما عن حياته الاجتماعيه، احيانا بعض الظروف وبعض الامور اللي ممكن مرض بنته، ظروف اسريه ممكن تعمل ازعاج لاي لاعب في حياته القرويه. فبالتالي لما بننتقد اي لاعب لازم واحنا بننتقد نحط في بالنا دايما رصيده الايجابي
اللي موجود مع الفريق في السنوات السابقه. عمرو السوليه ممكن في فتره من الفترات مستواه ما كانش بالمستوى اللي احنا عارفينه عنه، ممكن لظروف ما، لكن امبارح الحمد لله نقدر نقول عوده من جديد وبدايه لعمرو السوليه في الموسم الحالي. احرز هدف من تسديده، ودي نقطه مهمه جدا عمرو السوليه بيتميز بيها. مهم ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي بتسدد من خارج منطقه الجزاء. احرز هدف بضربه راس، ودايما السوليه متفوق في الجزئيه دي، ويمكن سبق قبل كده في نهائي القرن امام الزمالك احرز هدف بضربه راس. فمن اللعيبه المهمه التي لا غنى عنها، ده مهم جدا لازم نقوله للناس، عشان في بعض الفترات بحس ان في انتقاد حاد شويه على بعض اللعيبه اللي ليها رصيد كويس. لازم نضع في الاعتبار بعض الظروف اللي ممكن تكون خارجه عن اراده اي لعيب في بعض الامور الحياتيه اللي بعيده عن الملعب. نتمنى التوفيق رب للسوليه. حسين الشحات بيقدم مستوى كل مباراه افضل من المباراه اللي قبلها، بينقصه بس الفتره الاخيره اللمسه الاخيره. اللمسه الاخيره لو ركز فيها حسين الشحات بشكل كويس جدا هيبقى يعني جناح مهم جدا من الاسلحه اللي ممكن يعتمد عليها مارسيل كولر خلال الفتره اللي جايه. لكن بيعجبني في حسين انه ما بيتكلمش، بيركز حتى لما قعد على دكه البدلاء، ما اتكلمش، ما اعترضش، ما حبش حتى لما يحرز هدف يبين للجمهور ان هو كان زعلان او بيحاول يثبت للناس ان هو موجود. لا، حسين ماشي بشكل كويس، ودي من النقاط اللي احنا لازم نتكلم عليها. اللعيب الملتزم ايا كانت نجوميته ده مهم جدا، لازم نضعه في الحسبان كمان عشان نقدر ندي دعم لكل لاعبتنا، حسين والسوليه وديانج، حمدي فتحي ان شاء الله لما نستعيد يعني مستواه او وجوده خلال الفتره اللي جايه في المباريات، غاب مباراه الامس، ممكن مباراه انبي كمان، مش عارف لسه الوضع بالنسبه لحمدي فتحي هيبقى جاهز ولا لا، هتكلم كمان على الغيابات. لكن ده بشكل عام الشكل الفريق بالامس. الاداء الهجومي اكيد مارسيل كولر محتاج تدعيمات في يناير، قال ده قبل كده كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح في تصريحاته عقب المباراه، اتكلم كمان على ان في تدعيمات في يناير، واعتقد خلال الساعات اللي جايه هتسمعوا اكتر من صفقه واكتر من لاعب ان شاء الله هيكونوا اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيعتمد او بيشتغل على حاجتين، القائمه الافريقيه وقائمه كاس العالم للانديه. الناس ممكن تعتقد ان قائمه كاس العالم القائمه المبدئيه 9 يناير، فاي لعيب هجيبه دلوقتي هايده، لكن اي لعيب هجيبه بعد 9 يناير مش هقدر ايده. لا، انا عندي وقت لغايه 30 يناير، عندي استثناء لو جبت صفقه جديده وايدتها بعد 9 يناير اقدر اعتمد عليها في كاس العالم للانديه لو ايدته بحد اقصى يوم 30 يناير، وتحديدا قبل اول مباراه للاهلي في كاس العالم ب 48 ساعه. فما فيش استعجال على فكره 9 يناير، اي لعيب لو جبته بعد هذا الموعد اقدر ايده ويشارك معايا في كاس العالم للانديه. فوز الاهلي بالامس بعيدا بقى عن الامور الفنيه اسعد جماهير الاهلي ليه؟ رغم التكاليف الماديه اللي بتحاول تصرفها الفرق المنافسه، ورغم بعض البيانات اللي بيحاول يصدرها البعض عشان يدي رساله ان مباراه الاهلي دايما ليها خصوصيه وكانها هي مباراه استثنائيه في الدوري، رغم انها مباراه من ضمن مباريات الدوري العام، يعني الفريق المنافس اللي لعبنا معاه امبارح لعب مع اكتر من فريق، لا طلب حكام اجانب ولا اتحرك لحكام اجانب ولا اصدر بيانات ولا في مباراه حتى لما اتنقلت من ملعب لملعب اخر حد اعترض ولا حد طلع بيانات، لكن تشعر كده امبارح ان كانت في تكاليف باهظه، سواء بقى تكاليف حبر على ورق بيانات بتطلع، سواء في تكاليف سفر مشجعين، سواء في تكاليف كتير حكام اجانب ممكن يجوا بالعمله الصعبه 50,000 دولار لطاقم تحكيم بولندي لمباراه الامس. فكل التكاليف دي ذهبت هباء، يعني لم تكن لها اي نتيجه. تصدر الاهلي الدوري، فاز بالامس، خسر المنافس، خسر المنافس مني بالامس 3-0، وبالتالي الاهلي بيتصدر باقل تكلفه ولكن بالاكثر تركيزا والاكثر جهدا في الملعب دون النظر لاي امور اخرى خارج الملعب. مهم جدا ان امبارح الاهلي يلعب في استاد القاهره امام حشد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي المسموح بالعدد المحدد من قبل رابطه الانديه المحترفه 3000 مشجع. بالامس جماهير الاهلي كان ليها دور كبير جدا وصنعت الحدث في استاد القاهره الدولي. طيب، بخلاف ذلك ورغم فوز الاهلي، البعض ممكن يعتقد ان طاقم تحكيم اجنبي بالامس كان ليه دور كبير جدا المباراه تحكيميا تخرج في افضل صوره وفي افضل نتيجه. لا بالعكس، فوز الاهلي بالامس اخفى الاخطاء التحكيميه الفجه التي حدثت بالامس.
بالامس كان لازم على الاقل 2 لعيبه يطردوا من فريق بيراميدز، عبد الله السعيد ورمضان صبحي، على الاقل 2 لعيبه. وانا مش فاهم حجم الاعتراضات اللي ظهرت عقب المباراه من هاني سعيد مع الحكم البولندي. يعني انا مش فاهم حجم الاعتراضات ايه. ده الاهلي امبارح خرج من عنده 2 لعيبه بسبب الاصابه، ابرزهم كريم فؤاد هيغيب حوالي 3 اسابيع، وان حتى نشوف اعتذار حتى على الاصابه اللي تمت مع كريم فؤاد او مع برونو سافيو او مع محمد عبد المنعم، ما لاحظتش ده ولا شفت ده. كانت امبارح المباراه عنيفه جدا، وللاسف الحكم ما حماش لعيبه الاهلي بشكل كويس جدا، لكن مع ذلك فوز الاهلي خلى البعض يتصور ان الاخطاء التحكيميه دي ما اثرتش في نتيجه المباراه، لا كانت ممكن تؤثر بشكل اكبر من كده. نفترض كره علي جبر كانت جت هدف مثلا، كان الوضع هيبقى ايه ساعتها؟ فحتى التقييم بتاع التحكيم امبارح البعض يقول لك كان في انذار مستحق في نهايه الشوط الاول، يقول لك كان في كارت احمر، كان في كارت احمر تاني، كانت في لمسه يد ويقول لك في النهايه 8.5 من 10. اي امتياز ب 8.5 من 10 وكم هذه الاخطاء التحكيميه حتى لو هو حكم نهائي كاس عالم؟ على فكره مباراته في نهائي كاس العالم ما بين فرنسا والارجنتين كان فيها ضربه جزاء خياليه، يعني المباراه تحكيميا ما خرجتش بصوره طيبه قوي، اللي البعض يقول لك ده انت جاب لك حكم ادار نهائي كاس العالم. الارجنتين فازت بضربه جزاء او اتحسب لها ضربه جزاء ما كانش فيها اي سمه ضربه جزاء خالص لدي ماريا، فبالتالي كانت في اخطاء تحكيميه في نهائي كاس العالم وفي مباراه الامس، وليس بالمستوى التحكيمي المميز قوي. هو حكم نهائي كاس عالم بس مش بالمستوى التحكيمي الرائع يعني، لكن ما علينا. تبص بقى على الجانب الاخر، في مباريات الفرق المنافسه امبارح حدثت مهازل تحكيميه سواء اثناء المباراه او بعد نهايه المباراه. احنا مستنيين نشوف تقرير حكم المباراه الكابتن امين عمر وتقرير مراقب مباراه اسوان والزمالك، لان في بعض اللقطات وفي بعض الاحداث في المباريات السابقه تم تغريم وتم منع جماهير النادي الاهلي لاحداث لم يراها احد، ولكن بالامس صوت وصوره في البث المباشر وفي شريط المباراه وعقب نهايه المباراه وحكم اكيد كتب في تقرير ومراقب مباراه، فننتظر العقوبات التي ستخرج من رابطة الأندية ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين في الأحداث التي ظهرت بالأمس في مباراة أسوان والزمالك. ومحدش يقول ملناش علاقة بالمباراة الأخرى، لأ، العقوبات اللي بتصدر في بعض المباريات بيكون لها تأثير على شكل المنافسة، لها تأثير على اتجاه المنافسة. لما بيتم منع جمهور فريق منافس في مباراة ده بيأثر على الفريق المنافس، فبالتالي بيفقد قوة من قوته في بعض المباريات. فبالتالي مهم جدا ان احنا نتابع كل الأحداث اللي بتحصل في مباريات الدوري. وحاجة أخيرة عايز أقولها في جزئية مباراة الأمس، أتمنى فرق الدوري كلها تلعب زي ما بيلعب فريق أسوان. سيبكم من الكلام العبوا قدام الأهلي بنفس الأسلوب، سيبكم من الكلام الفاضي اللي بيتقال ده، لا بالعكس والله، إحنا بنبقى داخلين الدوري وحاسين في 5 6 ماتشات كده نتائجهم ما بتبقاش يعني فيها حدة منافسة، تحس النتائج معروفة، نتائج سهلة، معروف حتى لو دخلت وسألت مين هيكسب مين بتبقى نتائج معروفة، 5 6 ماتشات. لا أنا أتمنى كل فرق الدوري تلعب زي فريق أسوان. لو كل فرق الدوري لعبت زي فريق أسوان، والله العظيم ما هتلاقوا فيه منافسة على الدوري، هتلاقي بطل واحد مخلص الدوري من الدور الأول وباقي الفرق بتتصارع على المركز الثاني والثالث من الأسبوع ال 17 وال 18 زي ما حصل في موسم 2004 2005. عموما الاهلي الفتره الجايه يمكن عنده غيابات عديده، بنتكلم في كريم فؤاد، اكرم توفيق، ايمن اشرف، تاو وطاهر، لسه هنشوف عودتهم امتى، لسه كمان بنتكلم على حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم بكره في التمرين، بكره ان شاء الله برضه هنشوف موقفهم من تدريب بكره، حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم. كل الامور دي بالتاكيد هتتضح خلال الساعات اللي جايه، لان حجم الغيابات اكيد بيزيد من مباراة لتانية، وعندنا ضغط ماتشات 5 يناير 12 يناير 17 يناير 21 يناير، بنتكلم كل 4 أيام مباراة في الدوري ومباراة كأس مصر. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف آخر أخبار الفريق، والنهاردة التدريب الصباحي أبرز الأخبار والمعلومات، وبكرة إن شاء الله الفريق هيستعد إزاي قبل الدخول في معسكر مغلق لمواجهة إنبي يوم الخميس اللي جاي. اهلا بحضراتكم من جديد، واخبار الاهلي واخبار الفريق استعدادا لمباراه انبي يوم الخميس اللي جاي الساعه 5 على ملعب المقاولين العرب. طيب الفريق الاول للنادي الاهلي النهارده استأنف تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيره دون راحه. كلنا عارفين طبعا بالتاكيد ده مارسيل كولر بيبقى ليه برنامج كده تدريبي معين عقب اي مباراه، ما بيكونش فيه راحه سلبيه، لا بيعمل تدريب في اليوم التالي، وعلى حسب بقى مواعيد او مسافه الراحه ما بين كل مباراه والثانيه
ممكن يدي راحه سلبيه بعدها 48 ساعه او يواصل التدريبات. قدامنا حسين الشحات نازل، صباح الفل يا رجاله. لقطه حلوه قوي لعلي معلول وحسين الشحات في بدايه اليوم. قدامنا التمرين حوالي الساعه 11 الا 10 النهارده صباح اليوم. حلو قوي لما تبقى نازل كسبان كده ورايق وفايق، فتبدا نازل التتش وبتقول صباح الفل يا جماعه وداخل التدريب، شيء طيب جدا. كمان الحاجه الجميله دايما الكابتن سيد، كابتن سيد ما بيسيبش حد في التمرين الا لما يلعبوا الكره الطايره اللي هي بالراس، ولازم يكسبوا، ما يسيبوش الا ما يكسبوا، يعني حتى لو اللعيب متقدم على الكابتن سيد، كابتن سيد ما يسيبوش غير لما يخلصوا، يعني لازم يكسب، لازم يخلص الماتش معاه. قدامنا عمار حمدي، قدامنا كهربا، هانت باذن الله كهربا ان شاء الله كلها ايام. وزي ما قلت لكم النهارده التدريب كان معظمه تدريب بدني وتدريب استشفائي في الجيم للتخلص من الاجهاد. وطبعا زي ما انتم شايفين اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي كانت موجوده في ارضيه ملعب، كانت تدريبات فنيه متنوعه ضمن فقرات المران اللي اختتم بتقسيمه قويه شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين. مارسيل كولر يمكن عمل اجتماع مع الكابتن سامي قمصان على هامش المران لمناقشه بعض الامور الفنيه خلال الفتره المقبله. قدامنا علي لطفي، قدامنا عمرو السوليه مع مترجم الفريق، ميشيل يانكون كمان مدرب الحراس كان قدامنا في الصوره، عمار حمدي هانت باذن الله عمل مباراه جيده هو ومحمد محمود، ايمن اشرف في المباراه امام منتخب غانا للمحليين، قدامنا احمد عبد القادر نزل امبارح وعاد الحمد لله بشكل كويس. طب ان شاء الله كمان قريب نطمن عليه ويدخل في القايمه ان شاء الله ونشوفه في المباريات الرسميه. طيب الجزئيه الثانيه، الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده اتكلم على اصابه كريم فؤاد، وللاشعه اللي اجراها كريم فؤاد اثبتت اصابته بجزع في اربطه الركبه. النهارده كريم خد راحه، من بكره هيبدا البرنامج التدريبي والتاهيلي، ويمكن اصابه كريم هتستدعي غيابه عن الملاعب حوالي من 15 الى 21 يوم، وبالتالي يعني يقدر يرجع على نهاية شهر يناير وإن شاء الله بإذن الله يكون متاح في قائمة كأس العالم للأندية. عندي كلام كتير والله على كأس العالم للأندية لكن لسه هيجي وقته، ده لسه عندنا ماتشات مهمة جدا في الدوري، لكن في تفاصيل كتيرة جدا عن هذه البطولة والقرارات اللي بتتخذ خلال هذه الفترة في اجتماعات بتتم في المغرب، لكن إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع اللي جاي لما تتضح الصورة بشكل كامل كل الأخبار هتبقى فقط وحصريا من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي. فيها مفاجآت للجماهير، الملاعب، البطولة، القرعة إمتى هتتعمل، فين الأهلي، إزاي هيتم استقباله، في تفاصيل مهمة جدا هتسعد جمهور النادي الأهلي بإذن الله في المغرب لمنافسات كأس العالم للأندية. طاهر محمد طاهر بيواصل تدريباته التأهيلية، ونقدر نقول بإذن الله يمكن طاهر ممكن بنسب معينة يلحق مباراة إنبي أو ما يلحقش، ده هيتحدد في تدريب بكرة لأنه كان غاب آخر أسبوعين ثلاثة بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة. على فكرة لو بصيتوا لإصابة طاهر نفس الإصابة اللي تعرض لها كريم فؤاد، أسبوعين ثلاثة وإن شاء الله يكون موجود. طيب بالنسبة لمحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، وقدامكم في الصورة هو محمد عبد المنعم وحمدي فتحي مع الشناوي. حمدي وعبد المنعم الاثنين يمكن شعروا باجهاد عضلي، يعني عبد المنعم امبارح ما كملش المباراه بسبب حس باجهاد كده في العضله، وبالتالي فضل الجهاز الفني ان هو يستبدله بمحمود متولي، وان شاء الله باذن الله بكره في التدريب هتتضح الرؤيه بشكل عام ممكن يلحق ماتش ام بي ولا لا، وان كانت في رؤيه يعني او في وجهه نظر ان احنا نريح محمد عبد المنعم مباراه بكره لسه في ضغط ماتشات، يعني عندك 5 يناير مع انبي، 12 يناير مع المصري، 17 يناير ماتش الكاس مع سموحه، 21 يناير ماتش الزمالك في الدوري، 24 يناير ماتش البنك الاهلي، بعد كده انت هتسافر المغرب، ماتش الحرس هيتاجل، فعندك مباراه لسه 1 فبراير، فانت بتتكلم ما يقرب من حوالي 7 مباريات في اقل من 21 يوم، فبالتالي اكيد هتكون حريص على راحه حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، لكن بكره هيتحدد موقفهم بشكل رسمي. طيب لاعبتنا بقى اللي تعرضت لاصابات واجرت عمليات جراحيه في الساعات الاخيره، اكرم توفيق ومصطفى شوبير. الحمد لله مصطفى شوبير يمكن اجرى جراحه ناجحه في غضروف الركبه، وقدامكم دي صوره لمصطفى واكرم مع دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النمسا. النهارده باذن الله الثلاثه هيرجعوا الى القاهره، ودكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي يمكن طمئن الكل على حاله مصطفى شوبير وقال الحمد لله الحاله مستقره بعد الجراحه اللي تمت بنجاح، ومصطفى شوبير هيحتاج تاهيل من 3 إلى 4 أسابيع، يعني بنتكلم في حوالي شهر، لكن ان شاء الله باذن الله نطمئن عليه بعد هذه الفتره. الحمد لله على سلامتك يا مصطفى، الحمد لله على سلامتك يا اكرم، باذن الله نطمئن عليكم وان شاء الله الفتره الجايه ترجعوا زي ما كنتوا قبل كده واحسن كمان
في الملاعب. عدم المشاركه في كاس العالم للانديه ده نصيب، لكن ان شاء الله باذن الله ترجعوا ويبقى عندكم مساحه انك تكونوا موجودين مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا اللي هينطلق في شهر فبراير باذن الله الفتره الجايه. اكرم بالنسبه له الموسم انتهى، لكن ان شاء الله نتمنى يا رب تكون اخر اصابه، لان اكرم حظه سيء جدا وحظنا احنا كمان سيء معاه، اصابتين برباط صليبي في اقل من سنه، فشيء صعب جدا، لكن الف مليون سلامه عليك. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا وقالت ايه على الاهلي بعد الفوز على بيراميدز. اهلا بحضراتكم من جديد، والترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض ترند الاهلي وحساب كوره 11 اتكلم على عمرو السوليه وذكر وقال قلب الاهلي النابض يثبت انه رجل المباريات الكبرى. ارقام رائعه لعمرو السوليه امام بيراميدز، تتويجه الافضل خلال المواجهه عن استحقاق. رجل المباراه والاعلى تقييما، السوليه ينقذ الاهلي وكولر امام بيراميدز. طيب، السوليه لعب 90 دقيقه، احرز هدفين، عمل اربع اخطاء، صنع فرصه، محاولات على المرمى 2 من 2 اللي هم الهدفين اللي احرزهم، كان في 11 مراوغه، وخسر الكوره او فقد الكوره 3 مرات، ونسبه التمريرات الصحيحه 85%. ارقام مميزه جدا لعمرو السوليه في مباراه بيراميدز، ونقدر نقول عادة لجزء من المستوى اللي احنا عارفينه عن عمرو السوليه. اولا تسديد من خارج منطقه ال 18 بشكل رائع جدا، سرعه الكوره يعني اعتقد لو في اجهزه في الدوري المصري بتقيس سرعه الكوره، سرعه الكوره كبيره جدا، واعتقد ممكن يكون اسرع تسديده ممكن في الدوري العام السنه دي، لدرجه ان احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز اتفاجئ بالكوره وهي قريبه منه وبتسكن الشباك، ورد فعله ما لحقش ان هو يعني يطلع الكوره ويتصدى ليها. كمان الهدف بضربه راس، ودايما السوليه متفوق جدا في ضربات الراس. وفي نقطه كمان مهمه جدا، امبارح اللي عمل الضربه الركنيه كان حسين الشحات مش علي معلول، فبالتالي يبدو ان الجهاز الفني بيجرب اكتر من لاعب في الكرات الثابته وتجربه اكتر من لاعب، والتسديد بشكل كويس دي من النقاط اللي ممكن الاهلي يستفيد بيها كمان في المباريات اللي جايه، نتيجه ان في فرق بتلعب بزون ديفنس ال 11 على خط ال 18. طيب يلا كوره، ومصدر ليلا كوره، الاهلي يفقد خدمات كريم فؤاد من اسبوعين لثلاث اسابيع. كنت بتكلم معاك وقلت ان اصابه كريم فؤاد جزع في اربطه الركبه هتستدعي غيابه من اسبوعين الى ثلاث اسابيع. نتمنى يا رب باذن الله الشفاء العاجل لكريم فؤاد. الاصابه امبارح كانت دمها تقيل بصراحه، والخبطه من عبد الله السعيد ما كانتش شكلها كويس في الملعب، يعني كنت اتمنى ان يكون في روح رياضيه اكتر من كده من لاعبي بيراميدز امام لاعبي النادي الاهلي، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الف سلامه مليون او الف سلام عليك يا كريم، وان شاء الله باذن الله ترجع بسرعه للملاعب خلال الفتره اللي جايه. حساب في الجول وكلام على ميكي سوني، الخبر وعلى عهدة الزملاء في موقع في الجول. الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشره ان الاهلي يرفض محاولات ابها السعودي لقطع عارة لويس ميكيسوني واعادته الى مصر. بصوا يا جماعه، هي الفكره في حد ذاتها بيبقى في تعاقد، يعني فكره ان انت لعيب المفروض معار لمده سنه والفريق اللي عير ليه عايز يرجعه بعد ست شهور، ده بيبقى في اطار التفاوض والكلام ما بين الناديين، وفي تعاقد في الاساس. بالاضافه لده انت بتبقى عامل حساباتك لما بتطلع لاعب اجنبي، تحديدا اجنبي اعاره سنه، اكيد بتفكر في بديل ليه خلال فتره الانتقالات اللي هو خرج فيها او الانتقالات اللي جايه، بحيث لما تنتهي فتره الاعاره السنه تبدا بعدها تشوف حساباتك ايه. فمش هندخل في تفاصيل طالما النادي الاهلي لم يعلن او لم يحدد موقفه من صحه او عدم صحه هذا الخبر خلال الفتره اللي جايه. لكن عندنا مكانين، في مكان اجنبي فوق السن، مكان بدري بانون بعد ما تم بيعه الى احد الانديه القطريه، وعندنا لاعب تاني اجنبي تحت السن خلال الفتره اللي جايه، واعتقد خلال الساعات اللي جايه هيبقى في اعلان رسمي لاكثر من صفقه خاصه في ملف الاجانب خلال الفتره اللي جايه. يلا كوره، وده الكلام بقى على موضوع الاجانب. مصدر بالاهلي يلا كوره، ارتفعت اسهم الغاني عبد العزيز يعقوبو بقرار من كولر، وحصلنا على موافقه اللاعب، وتبقى الاتفاق او يبقى الاتفاق مع رايو افي الفريق البرتغالي اللي بيلعب فيه عبد العزيز يعقوبو المهاجم الغاني. النهارده يمكن صحف غانيه وصحفيين من غانا كتير اتكلموا على الخبر ده، ولكن كل الناس في مصر بتنقل الخبر من خلال المواقع الغانيه والصحف الغانيه، مفيش معلومه مؤكده، لكن في النهايه زي ما قلت لكم في اسماء كتير الاهلي حاططها في اعتباراته وفي اختياراته، وحتى مارسيل كولر قدامه خيار اسم واثنين وثلاثة واربعة،
وبيتم المفاضله بينهم وبيشوفوا مين المتاح ومين اللي مش متاح، لكن في النهايه كورة ليه طلبات معينه وجاري العمل على انهائها خلال الساعات اللي جايه. الانتقالات لسه لغايه 31 يناير، سواء القيد في الدوري المصري، القيد في القائمه الافريقيه، كاس العالم للانديه هو القيد اللي هينتهي يوم 30 يناير، فلسه قدامنا حوالي 27 يوم. اخر حاجه معاك في ترند الاهلي وبيتكلموا على كاس العالم للانديه قبل 27 يوم من انطلاق البطوله. الوطن سبورت بيتكلموا على الفرق العربيه الاكثر ظهورا في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي كملك متوج على عرش القاره الافريقيه شارك في مونديال الانديه 8 مرات. الهلال السعودي 3 مرات، الترجي التونسي 3 مرات، الرجاء المغربي مرتين، السد القطري مرتين. فرق شاسع كبير جدا ما بين النادي الاهلي وكل الفرق العربيه. الاهلي دائما وابدا ضيف شرف او ضيف دائم على مونديال الانديه، وعنده اكثر من شهاده تقدير وتكريم من الاتحاد الدولي على مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونستكمل باقي فقرات برنامج الترند. مين كان يصدق او يتخيل ان كريستيانو رونالدو يجي يلعب في المنطقه العربيه وتحديدا في السعوديه؟ يمكن خبر عمل هزه كبيره جدا في الوسط الرياضي العالمي، وبالتاكيد احنا سعداء جدا بهذه الخطوه اللي تمت في المملكه العربيه السعوديه، انتقال كريستيانو رونالدو الى النصر السعودي خلال الفتره اللي جايه. الحفله، يمكن حفل تقديم كريستيانو على ملعب مارسولا بارك هتكون بعد بالظبط ربع ساعه. كريستيانو وصل بالامس الى الرياض، موجود طبعا بصحبه اسرته، هيكون مقيم في الرياض خلال فتره تعاقده مع نادي النصر، ومش عارفين بقى الفتره اللي جايه النصر السعودي لما يشارك في البطوله العربيه هل ممكن يلعب في اسكندريه، ممكن يجي يلعب في القاهره، هيكون على راس طبعا بعثه فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي الشهير. لعل وعسى يمكن نشوف خلال السنه الجايه او السنتين الجايين ممكن ميسي هل ينتقل ايضا للدوري السعودي، تبقى مواجهه متكرره بعد ما كانت في الليجا في الدوري الاسباني، ترجع بالتاكيد هذه المواجهه وتكون في الدوري السعودي. يمكن المنطقه العربيه والخليج العربي تحديدا اصبح محط اهتمام الكره القدم العالميه، مونديال قطر، كاس العالم دوحه 2022، وحاليا الدوري السعودي ووجود كريستيانو. وشوفوا كده حساب نادي النصر على الانستجرام، بعد ما كان حوالي 890 الف النهارده داخل في 15 مليون في ظرف حوالي 72 ساعه. ده بالتاكيد قيمه تسويقيه كبيره جدا لنادي النصر، وكمان حتى التيشيرت اللي باسم كريستيانو لما تم بيعه، شوفوا كم المداخيل الماليه اللي وصلت لحوالي اكتر من 12 مليون ريال سعودي خلال الساعات الاخيره اللي تمت. طيب نروح للترند العالمي ونشوف معانا النهارده في الترند العالمي، وطبعا اللحظات الاولى لوصول اللاعب الافضل في العالم وحساب نادي النصر، نجم النصر كريستيانو رونالدو في الرياض، وشفنا بالتاكيد لقطات وصوله والاستقبال. طيب الحساب كريستيانو على الانستجرام صوره ليه وبيعلن فيها اجتياز الكشف الطبي. والله يا جماعه يعني هو كريستيانو اكيد هيجتاز الكشف الطبي، لكن الاختبار ده هو اللي ممكن ياكد لنا الاجهزه الطبيه سليمه ولا مش سليمه، لان كريستيانو بالتاكيد من اللعيبه على المستوى الطبي والبدني بسم الله ما شاء الله، لعيب مستواه رائع جدا وبيحافظ على لياقته البدنيه بشكل كويس جدا. كوره 11، قميص كريستيانو رونالدو مع النصر هو الاعلى مبيعا في تاريخ الوطن العربي، حيث حقق دخل 112 مليون ريال. انا كنت قلت 12، لا ده 112 مليون ريال خلال يومين فقط، تم بيع ما يقرب او ما يقارب من 250 الف قميص. شوفوا بقى اللي اتدفع في كريستيانو ممكن نادي النصر يرجعه ازاي، وده اللي كان بيحصل لما كان موجود في الريال وحتى في الدوري الانجليزي مع المان يونايتد. صحيفه ذا صن بتتكلم على كريستيانو، وحساب صن على تويتر بيقول ان في بند في عقد كريستيانو مع النصر يحق له الانضمام الى نيوكاسل في حاله التاهل لدور الابطال الموسم المقبل. طيب ده كلام مهم جدا، اكيد مرتبط بملاك الانديه اللي موجودين في الدوري الانجليزي وارتباطهم بالعلاقه مع المسؤولين في الانديه العربيه سواء في قطر او حتى في السعوديه. طيب حساب بطولات وتصريح في الصباح التركيه، محمد النني يعود من تاني على رادار بشكتاش. حاليا النني لسه بيلعب في ارسنال ويمكن بيشارك على فترات، لكن بشكتاش التركي طبقا لحساب او الصباح التركيه وبطولات نقلت هذا الخبر على حسابها انه ممكن يرجع لبشكتاش خلال الفتره اللي جايه. اي بي ال وورلد يمكن عملت احصائيه كده بخصوص محمد صلاح، وقالوا اكثر من اضاع الفرص الكبرى في البريمير ليج هذا الموسم. داروين نونيز 15 فرصه، ومحمد صلاح اضاع 12 فرصه.
محمد صلاح السنه دي يمكن الاداء مش نفس النتائج الموسم الماضي. طب حساب اي اس بي ان على تويتر وطبعا نشر تصريحات لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، واللي بيقول فيها يجب ان يتم في كل دوله في العالم تسميه ملعب باسم الاسطوره الراحل بيلي. قدامكم طبعا على الشاشه دي صوره كده لوداع او فيديو لوداع الاسطوره بيلي، بتفكرنا بنفس الطريقه اللي كان فيها وداع ايضا لدييجو ارماندو مارادونا. قدامكم على الشاشه طبعا يعني الحاله بالتاكيد اللي العالم عاشها خلال الساعات اللي فاتت والايام اللي فاتت، ومسيره كبيره جدا طبعا من جماهير الكره في العالم، مش جماهير البرازيليه فقط على فكره، في ناس سافرت عشان تحضر وتودع الاسطوره بيلي زي ما انتم شايفين في البرازيل خلال الفتره اللي فاتت. طيب ده الجزء المهم بالترند العالمي. طيب نروح بقى لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، عايزين نعرف رايكم في اداء الاهلي وكمان مين افضل لاعب في المباراه من وجهه نظركم. استاذ عبد الله بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، اداء اكثر من رائع بصراحه، انا عندي نقطه مهمه جدا، يا ريت كل الناس تدعم اللعيبه، مش كل لاعب عمل باص غلط واخطا في تمريره نقعد نجلد فيه. انا واحد من الناس اللي بدعم محمد هاني وحسين الشحات من سنين فاتت، واتمنى الناس تصبر عليهم وتدعمهم، هم بصراحه يستحقوا الدعم. طيب استاذ محمود بيقول اداء ممتاز، مستنيين الكتير منكم يا رجاله، الفريق كله كان على قدر المسؤوليه، ولكن افضل لاعب كان عمرو السوليه، وان شاء الله الدوري في الجزيره. استاذ محمد بيقول احسن لاعب هو الجمهور طبعا، لكن الاداء لسه بدري، اوعى لسه مش عارفين نتخلص من فكره المباريات الكبيره وترك الاستحواذ من سنتين او اكتر، لكن في النهايه الحمد لله على المكسب واللي جاي افضل ان شاء الله. هو بيتكلم لسه بدري على فكره ان احنا الاشاده ان لسه المشوار طويل. استاذ يحيى صابر بيقول اداء لاعبي الاهلي كان منتظر ومتوقع منهم، حيث ثقه جمهور الاهلي في لاعبيه بلا حدود، اكدوا جدارتهم للعب في هذا النادي العريق، نادي القيم والمبادئ الساميه الحقيقيه، نادي الوطنيه بالفعل وليس بالقول، ودائما المولى عز وجل ينصف الحق ويقهر الباطل، ان الباطل كان زهوقا. اخر راي معايا نجلاء بتقول اداء محترم جدا، لسه عندنا احسن واللي جاي افضل ان شاء الله، افضل لاعب السوليه وهاني والشناوي. دي كانت اراء الجماهير اللي شاركت معانا النهارده في السؤال، او عينه من الجماهير اللي عندنا تبقى اراء كتيره جدا، لكن وقت الحلقه بالتاكيد ما بيسعفناش ان احنا ناخد كل اراء الساده المشاركين. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.